نعود إلى شيخنا الكريم. من أسئلة أبي صالح، 24 قيراط للإنسان في حياته، هذا لا أعلم له أصلا. هي مقولة أنه له 24 لابد أن يوفيها وكذا، ليس له سند ولا أصل. طيب أيضا مقولة أن الرزق سيأتي الإنسان سواء بذل السبب أم لم يبذل، هذا غير صحيح على إطلاقه. الرزق مكتوب للإنسان، نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك يعني بعد 4 أشهر وهو في بطن أمه، ويؤمر ب4 كلمات، يؤمر بنفخ الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه. لاحظ سبحان الله، أول ما ذكر الرزق بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، لا يمكن أن يزيد الرزق على ما كتب الله للإنسان ولا أن ينقص منه. لكن قد يبسط الإنسان في رزقه بسبب صلته لرحمه مثلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. ويعلم الله بأن هذا الإنسان سيصل رحمه، فيكتب بأن فلانا رزقه كذا بسبب صلته لرحمه سيوسع له في رزقه إلى كذا. وهذا المحو والإثبات في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما ما في اللوح المحفوظ فيكون على ما يستقر عليه الأمر. ولهذا يقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، لكن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، لا يدخل محو ولا إثبات. فإذن الرزق يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، لكن أيضا قد يحرم الإنسان الرزق بسبب تعطيله السبب. الإنسان مأمور بفعل السبب، كما قال عمر رضي الله عنه: السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فالإنسان مأمور بأن يفعل السبب، فإذا عطل السبب قد يحرم من الرزق بسبب ذلك. إنما المطلوب من أن يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قال كما يرزق الطير وسكت، بل الطير تفعل السبب، تغدو وتروح تفعل السبب، فلا بد إذا من فعل السبب. أما كون الإنسان يقول أنا سأجلس في بيتي وسيأتيني الرزق الذي كتب الله لي، هذا غير صحيح، هذا تعطيل الأسباب، لا بد من فعل السبب. لكن إذا فعل الإنسان السبب فلن يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له. ولذلك بعض الناس بأدنى فعل سبب يفتح الله عليه ويرزقه رزقا واسعا، وبعض الناس ما من سبب إلا طرقه ويبقى فقيرا، لأن هذا هو رزقه الذي كتب الله تعالى له في هذه الدنيا. استحضار هذا المعنى، وهو أن الإنسان بعدما يفعل السبب لا يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له، يريح الإنسان كثيرا، يجعله لا يقلق لا يضطرب. إذا ما أتاه الشيء قال: لو كان مكتوبا لي لأتى. فيعني الإيمان بقضية الرزق يورث الإنسان الطمأنينة والسعادة ويبعده عن القلق وعن التكدر. تجد بعض الناس قلقا متكدرا مضطربا، لا يكاد يمر يوم إلا ويقلق فيه ويتكدر خاطره بسبب الرزق. لكن الذي عنده إيمان بالله عز وجل وإيمان بما قدر الله سبحانه، وأن الرزق مكتوب ومقدر للإنسان، وأنه قد فعل السبب ولا يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له، تجد أن هذا الإنسان مطمئن وبعيد عن القلق وبعيد عن التكدر. وفعل أدنى سبب يضرب بعصاه البحر. أيوب: أضرب برجلك. الله قادر عليه شيء بدون أن يضرب برجله، لكن لأجل إعلام البشر وأنه لا بد من فعل سبب. مريم عليه السلام الصديقة: هزي إليك بجذع النخلة. ولا امرأة قد ولدت وهي ضعيفة ويعني في غاية الضعف، ومع ذلك يقال: هزي إليك بجذع النخلة. يعني افعلي أي شيء، افعلي سببا تساقط عليك رطبا جنيا. فهذا يدل على أنه لا بد من فعل السبب. لا يبالغ الإنسان بفعل السبب ويعتقد أن السبب هذا هو مصدر رزقه، هذا خطأ. إنما يفعل السبب لأنه مأمور بفعل السبب، وإلا فالرازق هو الله عز وجل، والرزق عند الله سبحانه، والرزق مكتوب للإنسان. لا بد من فهم قضية الرزق الفهم الصحيح، لأن بعض الناس يفهمه فهما غير صحيح فيسبب له
قلقا ويسبب له تكدرا ويسبب له مشاكل ربما يعني يؤدي إلى أمراض نفسية بسبب الخلل في فهم قضية الرزق. لكن عندما تفهم قضية الرزق الفهم الصحيح فإن هذا الفهم يورثك طمأنينة وسعادة وقناعة ورضا بما قسم الله لك. أحسنت يا شيخ.